الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس لغة الضاد. موعدنا اليوم إن شاء الله مع الحصة الثانية من درس الإسلام دين الرحمة والتسامح. فهيا بنا أعزائي الطلاب نبدأ بعد الفاصل. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كلنا نعلم هذا الحديث أعزائي الطلاب، أن هناك امرأة دخلت النار في هرة. هذه الهرة ماتت بسبب أن هذه السيدة عندما حبستها لم توفر لها طعاما ولا شرابا. السؤال الآن أعزائي الطلاب، هل الدين امرأة الذي يدخل امرأة النار بسبب أنها عذبت حيوان، هل لا يعطي الإنسان حقه؟ هل لا يصح أن يكون هذا الدين هو دين الرحمة والتسامح؟ بلى أعزائي الطلاب، إن ديننا هو دين الرحمة والتسامح. فهيا بنا أعزائي الطلاب لنبدأ في درسنا. أهداف الدرس: أن يستخدم الطالب المعجم للكشف عن معنى الكلمات الواردة في النص، أن يستنتج الطالب الأفكار الرئيسة والفرعية في النص، أن يدلل الطالب من النص على توظيف الرأي والحقيقة. الفقرة قبل الأخيرة في هذا الدرس يقول: ويزخر تاريخنا الإسلامي بأمثلة رائعة لمعاملة المسلمين للجرحى والمرضى والأسرى. أما حقوق الجرحى والمرضى فقد أوجب الإسلام حسن معاملة الجرحى والمرضى، وحرم مقاتلتهم والمساس بهم رأفة ورحمة. وأما بالنسبة لمعاملة المسلمين لأسرى الحرب فقد ورد في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. رواه الطبراني. وحث المسلمين على حسن معاملتهم منذ أكثر من 1400 سنة. كما يتبين من هذه الفقرة أعزائي الطلاب، أن الإسلام أوجب على المسلمين أن يحسنوا معاملة المرضى والجرحى، وقد حرم الإسلام مقاتلة المجروح والمساس بهم. الآن أعزائي الطلاب تعالوا بنا نتعرف معاني بعض الكلمات. كلمة يزخر تاريخنا الإسلامي، يزخر تاريخنا أي نعم أعزائي الطلاب معناها يمتلئ. كلمة الأسرى، ما مفرد كلمة الأسرى وما المقصود بها؟ الأسرى مفردها أسير، وهو المقاتل الذي يقع في يد الخصم. مرة أخرى، مفردها أسير وهو المقاتل الذي يقع في يد الخصم أثناء الحرب. كلمة رأفة ورحمة، رأفة ورحمة كلمتان مترادفتان، أي بينهم علاقة ترادف. ولكن الآن أقول، ما هو إعراب كلمة رأفة أعزائي الطلاب؟ وحرم مقاتلتهم والمساس بهم رأفة، تعرب هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه يبين سبب الفعل، أي يبين سبب التحريم، لماذا حرم مقاتلتهم رأفة ورحمة. الآن أعزائي الطلاب تعالوا نتعرف الفكرة الرئيسة في الفقرة. الفكرة الرئيسة هي حقوق المرضى والجرحى والأسرى في الإسلام. الفكرة التالية: وبذلك يتضح لنا أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام بأي حال، بل إن الكثير من قواعده تجد مصادرها في هذا الدين الحنيف. لذلك كانت قوانين ومبادئ الإسلام
قاعدة إنسانية استقرت وترسخت في وجدان الإنسان، تخاطب فيه إنسانيته وتجعله يحرص على احترامها وصون أحكامها. هذه الفقرة هي الفقرة الختامية لهذا الدرس. يتضح أعزائي الطلاب من طريقة عرض هذه الفقرة أنها فقرة استنتاجية، أي أن الكاتب بعدما عرض أفكاره في هذا الدرس يستنتج. الخاتمة هنا كتبها على طريقة الاستنتاج، كأنه استنتج من طريقة العرض أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام بأي حال من الأحوال. الآن أعزائي الطلاب، هذه الكلمة التي وضع تحتها خط كلمة وبذلك، كلمة بل إن، وكلمة لذلك، هذه الكلمات الثلاث أعزائي الطلاب ماذا نسميها؟ تسمى هذه الكلمات أعزائي الطلاب تسمى أدوات ربط، أي أن الكاتب يستخدم هذه الكلمات ليربط بين الجمل وبعضها. لاحظ أن هذه الكلمات دائما تبدأ في بداية الجمل، وبذلك بعد الفصل هنا يوجد بل إن، بعد هنا فاصلة منقوطة وقال لذلك، فهذه الكلمات أعزائي الطلاب للربط بين الجمل وبعضها. الآن نتعرف الفكرة الرئيسة في الفقرة. الفكرة الرئيسة هي قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام. الآن إلى السؤال الثاني في كتاب الطالب، يقول هات الجذر اللغوي للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي وحدد معناها. ليست سوى ترسيخ لقيم ومبادئ متأصلة في التراث الإنساني. الجملة الأخرى، اتسمت الحرب في الإسلام بالرحمة والفضيلة. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنأتي بالجذر اللغوي من كلمة ترسيخ. هذه الكلمة، ما هو الجذر اللغوي أعزائي الطلاب؟ الجذر هو أصل الكلمة، وغالبا يتكون الجذر اللغوي أعزائي الطلاب من ثلاثة حروف. كلمة ترسيخ أصلها ثلاث حروف، وهو كلمة رسخة، الراء والسين والخاء، ومعناها ثبت وتمكن في الذهن. ويمكنك عزيز الطالب أن تتعرف هذا الجذر ويمكنك عزيز الطالب أن تتعرف هذا الجذر من خلال البحث في المعجم عن أصل هذه أو عن معنى هذه الكلمة، سيعطيك جذر الكلمة في المعجم. الكلمة الثانية كلمة متأصلة، جذرها أصل الألف والصاد واللام، ومعناها ممتد في العمق. الفضيلة جذرها أي الحروف الثلاث الأصلية فيها، فضل الفاء والضاد واللام، ومعناها درجة رفيعة في حسن الخلق. الآن للسؤال الرابع، يقول ما دلالة قول أبي بكر الصديق لقادة جيوش المسلمين لا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة؟ لماذا وجه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيشه بهذه التوجيهات ألا يقطعوا النخل ولا يقطعوا الأشجار المثمرة؟ الإجابة، لأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. السؤال الخامس، يقول اعتمد الكاتب في تأكيد وجهة نظره على مجموعة من الحقائق والآراء، دلل على كل نوع بمثال من النص. أي أننا الآن أعزائي الطلاب سنرجع إلى النص ونستخرج منه جملة تعبر عن رأي وجملة أخرى تعبر عن حقيقة. أما الجملة، وكما قلنا سابقا أعزائي الطلاب، الجملة التي تعبر عن رأي هي جملة يمكن للناس أن يختلفوا حولها، هناك من يؤيدها وهناك من يعارضها، أما الحقيقة فالكل يتفق عليها. الجملة التي في النص التي تعبر عن الرأي هي لأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إليها الآن. هذه الجملة يتفق الناس، بعضهم يتفق معها وبعضهم يختلف عليها، ولذلك سميت رأي. الحقيقة، نقول أوجب الإسلام حسن معاملة الجرح والمرضى، هذه حقيقة لا ينكرها أحد. السؤال السادس، يقول حدد نوع العلاقة بين الكلمات التي تحتها خط في كل مما يأتي. أوجب الإسلام الإنصاف في الهجوم والدفاع في الحروب. انظر إلى كلمتي الهجوم والدفاع، ما العلاقة بين الكلمتين؟ هل بينهم علاقة مقابلة أم طباق سلب أم طباق إيجاب؟ طبعا يتضح أعزائي الطلاب
أنها ليست مقابلة، لأن المقابلة تكون بين معنى ومعنى، ولكن الطباق يكون بين كلمة وكلمة. طيب نعود نقول، هل هو الطباق هنا طباق سلب أم طباق إيجاب؟ طبعا طباق إيجاب. لماذا؟ لأن الطباق السلبي يكون بين كلمة ونفس الكلمة ولكن يسبقها أداة نفي، كأن نقول يمشي ولا يمشي، يجري ولا يجري، فهم وما فهم، وهكذا. الجملة الثانية، قصر الإسلام استعمال القوة ضد المقاتلين أثناء المعارك الحربية وحظر استعمالها ضد المدنيين. نلاحظ أعزائي الطلاب أن هنا معنى، وهو يستخدم فيه الكاتب أكثر من كلمة ليعبر عنه. والجملة الثانية، حظر استعمالها ضد المدنيين، تمام؟ هذه الجملة تعبر عن معنى آخر، وهنا هذا يسمى مقابلة لأن المعنيين متضادان. السؤال الثامن، وظف الكاتب في النص أدلة وبراهين نقلية وعقلية وتاريخية، مثل لكل منها بدليل ثم بين دورها في النص. دليل نقلي، ما هو معنى الدليل النقلي أعزائي الطلاب؟ الدليل النقلي إما أن يكون آية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت من الشعر، أي أنني أنقله عن السابقين لي، هذا يسمى دليل نقلي. نستخرج من النص الآن دليل نقلي عبارة عن آية وحديث. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. دليل عقلي، أي الدليل الذي يعتمد على العقل، كقول الكاتب قواعد المعاملة الإنسانية مستقرة في الفقه الإسلامي. دليل تاريخي، أي أنه استشهد بالتاريخ ليستدل به على قضيته التي يطرحها، كقوله عالج صلاح الدين الأيوبي قائد الصليبيين. ما هو دور هذه الأدلة في النص أعزائي الطلاب؟ رأينا الآن أن الأدلة متنوعة، عندنا دليل نقلي ودليل عقلي ودليل تاريخي. ما هو دور هذه الأدلة في النص؟ التأكيد على رحمة الدين الإسلامي وتسامحه وإقناع القارئ من خلال تنوع الأدلة. دائما التنوع في الأدلة تؤدي إلى إقناع القارئ بصورة أفضل. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.